الموضوع اللي هو حاصل عندي في القرية الصحة. الصحة أسبوع يجي طبيب وأسبوعين ما يجيش، ونجابوا طبيب منتدب يجي يوم في الأسبوع، وباقي الأسبوع الوحدة الصحية مقفولة. المشكلة الثانية المية غير صالحة للاستخدام الآدمي. المشكلة الثالثة الأسفلت، الطريق اللي هي داخلة العطيات من أبنوب للعطيات أو من بني محمد للعطيات، طريق غير صالحة للاستخدام، مطبات ومكسرة من حوالي 5-6 سنين. المشكلة الثانية الناس اللي هي بانية على أملاك الدولة ورابطة وبتسدد الأموال اللي عليها، حتى الآن منعين يوصلوا لها التيار الكهربائي. جيت المستشفى هنا دي ولد الحقنة من 15 يوم مضاد حيوي، قالت لي اخد 10 سنين اديك الحقنة. عشان تديك حقنة؟ عشان تديك حقنة. ايوه قالت لي اخد 10 سنين اديك الحقنة. عبد الله محمد خليفه على طريق المواصلات، المواصلات ضعيفه عندنا في العطيات، تيجي تمشي تروح اي مشوار ما تلقاش عربيه تروح فيها مشوار بعد الليل، يعني من المغرب، من المغرب بعد المغرب البنات عندنا عم تروح المدارس في الكليات وفي الجامعه وبتروح اسيوط، وعم يجوا مبهدلين عيالنا بتيجي مبهدله. فاحنا نظر من سيادتكم اني حكايه المواصلات دي والطرق، الطرق مكسره نهائي، ما فيش اي طريق تكون ماشيه عدل الا كل الطريق الطرق بتاعتنا اللي بتدخل علينا مكسره. محمد المساكن دافعين، احنا واخدين العقودات ودافعين ايجار وعم ندفع في الايجار ومش قاعدين فيها، لا ميه ولا نور وكلها مسروقه. لا فيها حمامات ولا فيها اي حاجه، ما فيهاش اي حاجه الدنيا ان واحد يصلح يقعد فيها. حتى يقعد بيز يقعد فيها ساعه ما يقدرش يقعد فيها، يقعد فيها زباله من جوا، تخش ساعتك تشوف. بص عليها ازاي؟ شايف؟